انجليزي فرنسي في مسلسل اسمه كده ادي طب انت شايف انك حققت كل احلامك ولا لسه عندك احلام؟ مفيش حد احلامه بتخلص. دايما يبقى عندك. طبعا انا حلمي الـ الاساسي ان انا اشوف ولادي اتخرجوا وبقوا خلاص يعني. بقى عندك احلام مش بتاعتك دلوقتي، بتاعت اولادك يعني. انك انت اكيد مي كده برضو نفس القصه يعني، ان عايزه تشوف بنتها على احسن حال. لكن بالنسبه للشغل، بالنسبه للشغل انا دلوقتي بنطقي جدا ادواري. يعني بحب اختار قوي يعني، ابتديت اعتذر عن حاجات كتير، خصوصا ان انا كمان بقيت في الاعلام، فخلى الموضوع ده عندي ستيبل شويه. بقدم برنامج دلوقتي، بقدم برنامج في الراديو وفي التلفزيون. فخلى الموضوع عندي ستيبل شويه، ان انا اقدر مغطي مصاريفك. يعني فالحمد لله. فبعرف اختار دلوقتي، بعتذر كتير عن حاجات انا مش حاببها. عشان يعني هتلاقيني مختلف في الفتره الجايه. يعني ايه بتعتذر؟ عشان ايه مثلا؟ يعني ادوار مكرره مش هعملها. عملتها قبل كده، عملتها كتير قبل كده. لكن لو ما كانش عندك حاجه زي البرنامج اللي بتقدمه وجاي لك كده هقبلها، كنت هتعملها. تمام. انا يعني انا فتره كبيره قوي اشتغلت حاجات انا مش حاببها. انا نص شغلي اللي انا عامله مش حابه. انا عامل 70 فيلم يا اشرف. 70 70 فيلم يا خبر ابيض. فاهمني؟ يعني عامل انجاز، عامل تاريخ. حابب مثلا فيهم 30 فيلم. فاهمني؟ ودي نسبه برضو مش قليله يعني. فبس بس كنت بقى يعني اي حاجه بتجيلي بقبلها وبشتغلها وبتاع ده. فدلوقتي بقيت الموضوع مختلف يعني شويه.